السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نبدي بشرح الشابتر العاشر اللي هو بعنوان انتي ديبرسنت. شنو انتي ديبرسنت؟ كلمة انتي معناتها مضاد او مضادة، ديبرسنت كآبة، يعني الادوية المضادة للكآبة. تمام، اول شيء انه احنا عندنا 6 عوائل، هذه العوائل إذا تردون تراجعون الأدوية بيها بالأخير تجون تراجعون الأدوية هناية، أسهل من ما تدورون واحد واحد. فبالبداية المقدمة مالتها يقول لي أول شيء الأعراض مال الدبرزنت. أوكي، إحنا هناية عندنا مرضين، أوكي، اللي هو المينيا والدبرزنت. خلي ناخذ أول شيء الدبرزنت كآبة ونعرف شنية الأعراض مالتها. أول شيء إنه هو راح يكون feeling sadness and hopeless، يعني انه هو راح يحس بحزن مطلق وفقدان امل وضايج، حيكون دائما حيكون as well as the ability express pressure in the usual activity، يعني الطاقه مالته راح تكون منخفضه. اوكي، و change in sleep patterns and appetites، راح يكون يعاني من مشاكل بروبلم او تغيرات بالنوم مالته والشهيه، يعني حتى الشهيه مالته راح يفقد شهيته للاكل. لوز اوف انرجي، طاقته تنخفض ما دام هو اكل ما راح ياكل وما يشتهي وتغيرات بالنوم مالته، شيء طبيعي الطاقه مالته راح يصير بها لوز تنخفض. اند سوال اثرو، وراح يكون عنده افكار مايله للانتحار. تمام، يعني راح يبدي يفكر بالانتحار. هذا الاول، اوكي، يعني انه هو حيكون فاقد للمتعه، ما يحس باي فرح او اي متعه بحياته. اما المرض الثاني اللي هو المينيا حيكون عكس الديبرسنت، اوكي، راح يتميز اوبزيت، هو ده يقول لك انه هو حيكون عكسه. ايش حيكون؟ راح يكون كلش متفائل، يعني لدرجه كلش كبيره. اوكي، رابيد ثرو اند سبيتش باترنز، وافكار سريعه، يعني انه راح يفكر بسرعه ويتكلم هواي، يعني لما نشوفه مثلا حتى ويا ناس ما تعرفهم هواي هواي يحكي، اجتماع زياده عن اللزوم. اوكي، يعني هو اجتماع مو هيك بخبال، بس هو لا، انتم راح تشوفونه انه متفائل بكل شيء، حكمه على الاشياء كذلك حيكون غلط، وسيلف كونفيدنس انه هو ثقته بنفسه كلش عاليه حتكون. اوكي، وراح تكون مثل ما قلنا انه حكمه على الاشياء غلط ومتسرع. تمام، هذا الفرق بين الدبرزنت وبين المينيا. خلينا نرسمها، شوفوا مثلا عندي هذا. اوكي، هذا شنو هناي؟ هذا هو الخط الطبيعي. اوكي، الانسان يكون طبيعي هناي، خلي اغير اللون. هناي الانسان يكون طبيعي، اوكي، لما يكون هناي فوق كلش سعيد بهالحاله سميه مينيا، اما هناي كلش جوه سميه ديبرسنت كآبة. تمام، عندي الميكانيزم انه راح نجي نحكي انه شلون راح تصير هذا الدبرزنت، شلون حصير. طبعا الميني راح ناخذها اخر شيء، هسه كلي راح نحكي على الدبرزنت، يعني عندي اصلا 7 عوائل خاصه بس بيه. فميكانيزم اوف انتي دبرزنت دراج ايش راح يكون؟ انه هو راح يحتوي لي على نظريه، اوكي، شنو اسمها؟ بيولوجيك امين ثيوري. اوكي، عندنا نظريات اسمها بيولوجيكال امين ثيوري. اول شيء which process that represent is due to deficiency of monoamine، مثل النيورو نور ابينفرين والسيروتونين at certain key sites in the brain. هنا شو يقول لي بالنقطة الأولى؟ يقول لي بهذه النظرية اللي هي بايوجينيك امين ثيوري. أول شيء يقول لي هاي النظرية تفترض إلى إنه هو الدبرزنت والكآبة راح يحدث بسبب نقص بالمونوأمين اللي هما منهم النور إبينفرين والسيروتونين. تمام،
هذا الافتراض الأول. أما الثاني، إيش فسرت conversely the theory خلي أشرها the theory process that mania is caused by overproduction of this neurotransmitter. النيوروترانسميتر من ما هنا يقصدهم يقصد النورابينفرين والسيروتوني. فيقول لي المينيا اللي احنا اخذناها هي عكس الدبرزنت، اوكي يعني تفاؤل درجة كبيرة، انه دي يقول لي انه هاي النظرية فسرتها على انه هي تكون قلة بالبرودكشن مال السيروتونين والنورابينفرين، يعني قلة بافرازهم، تمام؟ عفوا زيادة بافرازهم. المينيا هي زيادة، الدبرزنت هي قلة بافرازهم، اوكي؟ فهنا ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي هاي النظرية فشلت. زي ليش فشلت هاي النظرية؟ انه مثل ما قلنا انه الدبرزنت هو قلة بإفراز النيوروترانسميتر والمينيا هو زيادة بإفراز النيوروترانسميتر. يقول لي لان العلاج، اوكي لما انا استخدم انتي دبرزنت او انتي مينيا، لما استخدم هذه العلاجات شو راح يصير؟ يحتاج مثلا من اول ما بدا البيشنت العلاج وبدا ياخذه ما راح تطلع له الاثار مباشره، لا يحتاج اسبوعين يلا تبدي تشوف عليه النتائج، اوكي؟ فدا يقول انه هو انا انطيت انتي دبرزنت، اوكي، وهو هاي العلاجات هاي الدرجات مفعولها دايركت يعني مباشر، اوكي، يعني اول ما انطي العلاج هو التاثير مالته راسا. اذا انطيته انتي دبرزنت هو راسا بدا يزيد لي افراز النور ابينفرين والسيروتونين. زين انا اذا زيدت افرازهم ماني قلت هو اصلا دبرزنت صار من قله النور ترانسميتر، زين ليش بدا ورا اسبوعين؟ فهاي النظريه فشلت، اوكي، يعني يقول ممكن انه هو مو السبب الرئيسي والحقيقي ورا نزول افراز النور ابينفرين والسيروتونين، تمام؟ هذا المختصر طبعا مع هذا السلايد. هنا عندي سلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتر، عندي مجموعه اللي هي شنو مختصرها، يعني انتو هنا بعد راح تجون تقرون بس مختصرات SSRIs، اوكي، هذا سيروتوني سيلكتيف سيروتوني، يعني شنو؟ يعني هذا راح يكون اصلا خاص بس بالسيروتونين، تمام؟ هنا راح نجي طبعا هاي كليتها مقدمة وحاجك على العلاجات، وهي احنا راح ناخذها بالتسلسل. راح نبدي نحكي اول شيء على الاكشن، اوكي. الاكشن هو شنو؟ عندي شغلتين، الاولى انه هذه الادويه راح تسوي لي بلوك ذا ري ابتيك اوف سيروتونين. يعني شنو؟ يعني خلي اشوف لكم رسم هنا مرسوم ونشرح عليه. مثلا هذا، شوفوا هنا اعتبروا هذه ما موجوده، انسوها، اوكي، انسوا لي بالله هذولي. هذه أنا عندي شنو؟ نيرفين، تمام؟ بين النيرفات موجود شيء اسمه، يعني بين عصب وعصب موجود منطق اسمها سينابتيك كليفت، تمام؟ فهنا ايش راح يجي؟ هنا راح ينفرز لي سيروتونين، هنا سيروتونين، هاي الخلية الأولى حتفرز لي سيروتونين، أوكي؟ هذا السيروتونين يجي يطلع السينابتيك كليفت حتى يجي يروح لي للنيرف الثاني، تمام؟ فهاي الأدوية ايش راح تسوي؟ الاس اس ار اي راح تجي تغلق لي البوابة حتى هذا السيروتونين يطلع لي من الخلية الأولى، ما يقدر يرجع ري ابتيك، اوكي، ما يقدر يرجع للخلية الأولى. وين راح يتجمع؟ راح يتجمع لي بالمنطقة اللي أنا قلتها اللي هي سينابتيك كليفت، راح يتجمع بهذه المنطقة، أوكي. لما راح يتجمع فراح يصير للزيادة بالسيروتونين، وأنا عندي أبو الدبرزنت نقص بالسيروتونين، فراح أرفع له معدل السيروتونين، تمام؟ فراح أعالجه من هاي المشكلة. نمسحها حتى نرجع نشرح عليها بعد شوية. اوكي، فهنا دا يقول لي الاس اس ار اي
بس راح يسوي لي بلوك للري ابتيك اوف سيروتونين، يعني بوابه الرجوع للخليه اللي طلع معها السيروتونين، تمام؟ وراح يبقى لي موجود وين؟ مثل ما قلنا بالسينابتيك كليفت. اوكي، هنا ايش دا يقول لي؟ انكلودينج الانتي ديبريزنت واللي تحتوي لي على مجموعه الاس ار اي 1 اس عفوا اللي اخذناها، ايش حتكون؟ تيك ات لاست 2 ويك، تحتاج لي اسبوعين حتى تشتغل، مثل ما اخذنا بالبداية قلنا انه هو الانتي ديبريزنت يحتاج لاسبوعين حتى يشتغل، تمام؟ مو من الاول. طبعا هي العلاجات انه فورية، بس هي تحتاج اسبوعين يلا تبدي النتائج تظهر لي. واكثر مدة اقدر انطي هاي العائلة بيها اللي هي 12 اسبوع، ما اقدر انطي اكثر، معناتها اللي هي 3 اشهر. اوكي، هسا نجي للثيرابيوتيك يوزز اللي هي بشو نستخدمها. اكيد من البدايه هي كديبريزنت، انت ديبريزنت حتى تعالج الكآبه، وكذلك اوبسيف كومبلوزيف ديسوردر اللي هو وسواس قهري هيعالج لي، والبانيك ديسوردر البانيك ديسوردر، وكذلك حتى انا انكزايتي ديسوردر اللي هو القلق. طبعا احنا اخذنا بالشابتر القديم شنو انالايزيتك، اوكي، انه اكو ادويه خاصه اصلا بس بالقلق، وهنا بس هنا اوكي يقدر يستخدمها، بس اكيد مو كفرست تشويس، تمام؟ يعني هاي كليه هالاستخدامات مالتها. اوكي، يعني اصلا ممكن يستخدم مثلا الرهاب الاجتماعي، اوكي، وممكن بال بوست ترام يوتيك ستريس ديسوردر، يعني بعد الصدمه، يعني شخص مصدوم وبعد الصدمه يستخدمها حتى تقلل الاعراض مالته. ممكن بالمنسترال ديسفوريك ديسوردر اللي هو قبل المنس، اوكي، بالفيمال قبل المنس انه تكون الام وكذا، فهم يستخدموها، بس هاي الالام تكون كلش سيفير انه ممكن اصلا تدخل الفيمال للمستشفى، اوكي، فهذه الالام اللي اقصدها يستخدموا لها الانتي ديبريزنت هنا، مو اي الم يجي يستخدمه. فارماكوكاينيتيك انه شلون يشتغل؟ اول شيء لازم نعرف احنا كم شغله، اللي هي حيكون الابسوربشن شلون بالفارماكوكاينيتيك، وول ابسورب يمتص بسرعه، يكون اورال ادمنستريشن، اوكي، يعني يمتص بسرعه وناخذ اورال. وعندي كم شغله كذلك مهمات هنا. The majority SSRI have plasma half life range between 16 to 36 hours. هنا شو نقصد بها؟ باو احنا معظم الادويه، اوكي، معظم الادويه هذه مال الاس اس ار 1 عندها تي هيلف لايف شقد من 16 الى 36 اور. هو اصلا الهيلف لايف شنو؟ احنا اخذناه طبعا هذا من المرحله الثانيه الهيلف لايف، لانه هو عمر النصف للعلاج. يعني شنو؟ يعني انا مثلا علاج انطيته مثلا ساعه 11، اوكي، ساعة 11 انطيتها للبيشنت، شقد كان كونستريشن مالته؟ اكيد كان 100%. فاني بعد شقد مثلا مثلا الساعة 5 العصر، اوكي، جيت قسته بالبلازما، سويت تحليل للبيشنت، فقسته بالبلازما لقيته 50%، نص، هو كان 100% صار نص. فهذا التايم، اوكي، هذا الوقت اللي صار بيه تركيز الدواء بالبلازما نصه، يعني من 100 نزل للخمسين، شو نسميه؟ نسميه هيلف لايف. فهذه العائلة مال الاس اس ار اي اس شبيهة الهيلف لايف مالتها رينج بين 16 الى 36 ساعة حيكون، تمام؟ هاي شغلة. شغلة الثانية الميتابوليزم مالته، انه هو ايش راح اكيد راح يعاني من فيرست باس ميتابوليزم اللي هو بالليفر، وراح يتعارض ويا الكروموسوم سيتوكروم بي 450، اوكي، ديبندن انزايم اند جلوكورينويد اند سلفا جلوكوجينيت. طبعا هذول هذه
ولا هذه ولا هذه، هذه كليتها طرق بالميتابوليزم مال الكبد، يعني طرق انه تسوي الميتابوليزم للادويه بالليفر. اوكي، فما دام انه هو راح يسلم ميتابوليزم باي سيتوكروم بي 450، يعني راح يصير بي درج درج انتراكشن كل شويه. اوكي، اي دواء راح يصير بالميتابوليزم مي البي 450 سيتوكروم بي 450 درج درج انتراكشن، هاي خلوها ببالكم. اوكي، شغله ثانيه اللي هو فلوكسيتين، هذا العلاج اللي هو اسمه فلوكسيتين differs from the other member of classes have a much longer half life اللي هو 50 أور. هذا العلاج الوحيد، اوكي، او الممبر الوحيد من هذه المجموعه اللي هي SSR راح يكون الهيلف لايف مالته كلش عالي، يعني اعلى واحد هيلف لايف بهذا المجموعه هو الفلوكسيتين. تمام، هنا ممكن تجيكم كام سي كيو يقول لك التي هيلف لايف الاطول واحد، وينطيكم الادويه مال هذه المجموعه من هو اطول واحد اللي هو 50 اور ساعه وفلوكسيتين، هاي لازم تعرفوها. بعد عندنا شنو، فلوكسيتين اند باروكسيتين، هذول العلاجين potent inhibitor of cytochrome B450 اللي هو بالتحديد شنو CYP2D6. طبعا هذه اللي هو السيتوكروم B450 به هوايه انواع، اوكي، فنوع من هاي الانواع هو شنو اسمه CYP2D6. طبعا هاي مو حفظ، يعني ما تحفظون هاي الارقام، مجرد تعرفون سيتوكروم B450. تمام، يعني شنو يقول لي، يعتبرون انهبيتر لهذا الانزيم، يعني هذه الفلوكسيتين والباروكسيتين راح يعتبرون انهبيتر لهذا الانزيم، يثبطوا لي. تمام، هذا المختصر مع هذا السلايد. هسه الادفيرس افكت، اول شيء سليب ديستربت اللي هو مشاكل بالنوم. عندي نوعين من البيشنت، بيشنت اريد ينام وبيشنت ما اريد ينام. اوكي، فاللي اريد ينام ايش انطي؟ انطي باروكسيتين فلوفوكسامين، هذول العلاجين generally more sedation than activating ما ينام. اما اذا نعس فشنو؟ اذا منعس اللي هو فلوكسيتين والسيرترولين، هذول العلاجين. هذا مختصر مالت السليب. هسا عندنا السكشوال ديسفكشن، يعني انه هو حسوي لي مشاكل بالسكشوال الجنسية اللي هم هذول. مجرد انه تعرفون سكشوال ديسفكشن مو مهم انه شنو الاعراض. Use in children and teenagers، إنه هذول اللي استخدم لهم الأطفال والتينيجرز اللي هم المراهقين لازم بحذر استخدم لهم إياه، because of receptor of sexual addiction and addiction as a result of SSRI treatments. يعني شنو؟ يعني انه شو راح يسوي؟ ممكن هذه الادويه تخلي لي الطفل يعاني من افكار انتحار، يعني زي فكره الانتحار عنده. اوكي، فلوكسيتين والسيرتالين والفلوفوكسامين ابروف يوز تشيلدرن ترايت ابسيسيف كومبتيف ديسوردر، انه يستخدم لي اياها بالوسواس القهري. فلوكسيتين اند سكيتلامين الفضها انه هو راح تشيلد هولد ديبريزنت، انه هم قالوا لي انه هو حيعالج الديبريزنت الكآبه، بس المشكله وين؟ المشكله بالتشيلد هولد اللي هم الاطفال، مثل ما الوسواس القهري. طبعا هو شنو؟ يعني شخص عنده وسواس، يعني مثلا يروح برا جاع ما ياكل من برا، والله يحس هذا الاكل مو نظيف، يجي مثلا المكتب مالته كل شويه نظفه يحسه وسخ وهو اصلا نظيف، هيك عنده وسواس قهري. فانه هو المختصر مال انه يوز ان تشيلدرن اند تينيجرز، انه هو ما كلش حذر يستخدمها وبجرعات قليله الدكاتره توصفها، ليش؟ انه ممكن تعطي افكار اديشن انه انتحار. اوكي، تخلي عنده هيك افكار.
ال overdose the seizure are possible because in all antidepressants may lower the seizure threshold. شنو SSR have potential to cause serotonin syndrome. يقول لي انه هو هذا ال SSR I انه have potential to cause انه ممكن يسبب serotonin syndrome. Serotonin syndrome may include the symptoms of hyperthermia. ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي هذول الاعراض. يعني شنو؟ يعني انه مثلا هو راح يزيد لي السيروتونين. اوكي انا انطيت جرعه شويه عاليه راح يزيد السيروتونين كلش، فراح يسوي لي صدمه، يا صدمه عفوا، سايندروم متلازم اسمها سيروتونين سايندروم. يعني هاي الادويه حتزيد لي السيروتونين كلش هواي. اوكي فالاعراض مالتها اللي هي مسلز رجلت لي وسويت انه يتعرق، وممكن رجفة بالايدين تصير. اوكي وممكن حتى ضربات القلب مالته تزيد والضغط مالته يزيد. ديسكونشيان سايندروم هاي شنو؟ هاي لما انه توقف العلاج فجأة. اوكي يعني مثلا انه هو استمر لمدة شهرين متتالية يوميا ياخذ حباية حباية من الانتي ديبريسنت اللي هو SSRI، وقفته فجأة بدون ما وقفة تدريجي، يعني قطعته مثلا باليوم الفلاني وبعد ما اخذ اليوم الثاني ما اخذ من الجمعة، الثالث ما اخذ، الرابع هيجي. اوكي فصار عنده ديسكونشيوس سايندروم، هذه المتلازمة اسمها ان اكتف متبوليزم فلوكسيتين اد هاف لور ريسك. الفلوكسيتين شبيه هذا بي لور ريسك، يعني خطر اقل اللي انه هو يسبب لي هذا الديسكونشس سايندروم. اوكي بسبب شنو؟ بسبب انه عنده لونج هالف لايف اند اكتيف ميتابول. احنا مو قلنا اطول واحد ب لونج هالف لايف اللي هو يستمر 50 اور من هو فلوكسيتين. فبسبب هاي الخاصيه مالته انه سوت لي لوور ريسك اوف كوزينج ان اس اس ار اي ديكون كونتينيشن سايندروم. تمام يقول لي possible signs and symptoms of SSR. الأعراض مال هذه المتلازمة إنه هي شنو؟ headache, nausea and flu-like symptoms. إنه أعراض تشابه الفلو تصير عنده مثل رشح, fever, هالسوالف. agitation and irritable. إنه يكون عصبي ومنفعل. أوكي. وكذلك تغيرات بالنوم نحصل عنده. طبعا هنا هو اصلا بهذه الرسومات ذاكرهن كليتين، واكيد منسى الدرج درج انتراكشن بسبب انه هو يصير ميتابوليزم بالليفر ويدخل بالسيتوكروم بي 450. عندي العائله الثانيه اللي هي سيروتونين نوربينفرين ريابتيك انهيبيتور اللي هو المختصر مالتها شنو؟ SNRI. اوكي هذه من اسمهم سيروتونين ونوربينفرين، على اثنين تشتغل. العلاجات مالتها هذول لازم تميزون علاجات هذه المجموعه عن علاجات المجموعه. تمام ايش راح تسوي لي؟ هذه راح تسوي لي inhibitor the reuptake of both serotonin and norepinephrine. نفس اللي شرحنا قبل شويه بعائله ال SSRI. شنو كنا نقول؟ كنا نقول هي تسوي لي انهبيتر للري ابتيك مال السيروتونين. هنا الفرق لا، راح تسوي لي انهبيتر او بلوك للري ابتيك اوف بوث سيروتونين نوربينفرين الاثنين. يعني من اسمها انت من تقروها سيروتونين نوربينفرين حتسوي لي الاثنين، سلكت السيروتونين بس السيروتونين. تمام يعني شنو؟ يعني السيروتونين والنوربينفرين راح يقلن لما انطي هذا الدواء. هذا الدواء شبي راح يقعد لي على الريسبتورات مال الخليه الاولى اللي هو اصلا طلع من عندها. اوكي مو طلع لي من الخليه الاولى سيروتونين نوربينفرين مثل ما قلنا، فهذه الخليه بها ريسبتورات، هذه الريسبتورات يجيني هذن العلاجات يقعدن عليها ويسدن الريسبتور، فهذا النوربينفرين والسيروتونين ما يقدر يرجعون يدخلون للخليه. فبهالحاله ايش راح يصير؟ راح يتجمعن بالسينابتيك كليفتس.
اوكي بالمنطقه اللي هي تكون بين خليتين، وبهالحاله راح يزيد لي الكونستريشن مال السيروتونين والنور ابنفرين اوكي، فيروح للخليه الثانيه ويفعلنها. اوكي عندنا شغلات مهمه هنا مثل شنو the present is often accompanied by chronic pain such as panic and muscles which are unrelieved. هنا شنو المختصر؟ المختصر الى انه هذه المجموعه الاس ان ار اي راح تعالج لي الشخص البيشنت اللي عنده the present وكذلك عنده chronic pain اوكي، مثل الم بالظهر، الم بالمصل اتشينج، هذول كليتهم يعني بالعضلات وهاي صار عندك. يعني بالمختصر اذا جدتك مساله مثلا the present ويا chronic pain اختار الاس ان ار اي. طبعا اكو عائله ثانيه اللي هي تي سي اي، بعد شوي ناخذها. هذا العائله كذلك تستخدم the present والchronic pain، وراح نجي نعرف الفرق بيناتهم هنا. هاي شنو شوفوا راح نعطيكم اياها من هسه. هذه العائله شبيهه اللي هي اس ار ان ار اي، هاي راح تسد لي، قلنا نسوي لي انهبيتر للريابتيك اوف بوث سيروتونين اند نورابينفرين. اما التي سي اي العائله هاي حتقفل لي كل شيء، تقفل الريسبتورات سيروتونين والنورابينفرين والهستامين والكولينرجيك، هواي هواي اشياء حتقفلها تمام، حتى الدوبامين. هذا الفرق بيناتهم هنا. طبعا اكيد اكو فروق تانية بس الفرق الرئيسي هو هذا حتى تميزون واحدة عن الثانية. اوكي وشنو عندنا؟ Both the SNRIS ويا TCA may be effective in relieving pain. إنه هو ده يقول لي هذين العائلتين إنه يساعدن اثنيناتهم بتخفيف البين relieving pain. These agents are also used treatment in pain syndrome. إنه يعالج متلازمة البين، الألم اللي ممكن بالديابتيك peripheral neuropathy اللي شو اسمه اللي عنده ديابتيك صح بألم اوكي، المرضى السكر ألم المرضى السكر يعالجوا. البوست ثيرابيك نيورو جيليا والفايبروميليا والباك لو باك بين، هذول كل يعني مو تحفظهم واحدة واحدة بس انه تعرف انه يخفف الألم. اوكي بعد شنو عندنا؟ دي اس ان ار اي انلاك تي سي اي، نفس ما قلنا انه هي على عكس من التي سي اي. تي سي اي هو شي يسوي راح يقفل للالفا ادرينرجيك والمسكورينيك والهستامين ريسبتور عندوس، بس الاس ان ار اي لا ما لها تاثير على دول الريسبتورات تمام، بس اذا تركتها بشكل مفاجئ شي يصير لي راح يصير عندي ديسكونشيس سيندروم اللي اخذناها قبل شويه من الادفيرس افكت مال العائله اللي قبلها. نفس الشيء الاثار تصير بيها، يعني ما اقدر اتركها بشكل مفاجئ. اول علاجين من عندهم اللي هي فينال فاكسين اند ديس فانال. طبعا هو نفس الاسم مجرد هذا الثاني ديس بدايته. اوكي هذا شبيه ايش قايل لي هنايا؟ هذا الفانلافاكسين انه هو مينيمال انهبيتر اوف سيتوكروم بي 450 ازو انزيم، يعني هذا كلش راح يتداخل هواي اوكي، يعني راح يصير بدرق درق انتراكشن. اما ال ديس فانلافاكسين از اكتيف حيكون داميتوس ليت ميتابوليك ان فينلوفاكسين، انه المالتا راح تكون اقل من الفينوفلاكسين. از موست سايد افكت مالت، طبعا كل واحد سايد افكت الشكل تمام. ايش يقول لي الفينالافاكسين؟ نوزيا، هاديك، سكشوال ديسفاكشن، ديزني، انسومنيا، سيديشن، كونستيبيشن. طبعا ما حاجه اترجمهم كلهم واضحه. بالهيد دوز يسبب لي ارتفاع ضغط الدم والهارت ريت دقات القلب تمام.
الدولي 60. هذا شبيه هذا راح يسوي لي انهبيتور ريسبيراتوري ان نور ابينفرين ري ابتيك اول دوزز، بكل الدوزات راح يسوي لي انهبيتور. هو اصلا العائله مالتها احنا شنو قلنا راح يسوي لي انهبيتور ريسبيراتوري اند نور ابينفرين ري ابتيك. اوكي ما حاجه ترجعوا لها، نفس الشيء الميتابوليزم مالته راح يصير بالليفر تو ان اكتيف، راح يحول لي الاكتيف ميتابولايتس. اوكي راح اتجنب بالاشخاص اللي عندهم شنو liver dysfunction، ليش؟ لأن هو الميتابوليزم مالته بالليفر راح يصير، فأكيد اللي عندهم مشاكل أو فشل بالكبد ما أقدر أعطيهم إياه، أتجنبه. راح يصير GI side effect كمان، هذول ال side effect مالته اللي راح يصيرون nausea, dry mouth and constipation, insomnia, dyspnea, somnolic sweating اللي هو تعرق sexual dysfunction كذلك راح يصير بي. هذا شبيه هذا راح يقول لي اللي ممكن انه ايش راح يصير decrease blood pressure or heart rate، انه ممكن يزيد لي ضغط الدم والheart rate. ايش راح يكون moderate inhibitor للسيتوكروم بي 450 isoenzyme and may increase construction drug metabolite that may. شوفوا هذا مدام انه قلنا انه هو مودريت انهبيتر للسيتوكروم بي 450 يعني راح يتداخل هو راح يصير بي دروج دروج انتراكشن. اوكي وممكن اصلا يتداخل ويا ادويه الانتي سايتوتيك اللي هو انفصام الشخصيه انتي سايكوتيك، تمام هذه الادويه يتداخل وياها. العلاج الاخير من هذه العائله اللي هو ليفو ميلان كبراين. اوكي هذا مجرد ما ذكر لي عليه معلومه هواي انه هو البرايمري ميتابوليزم مالته السيتوكروم بي 450 لانه بالليفر، و يعني شنو راح يصير بي دروج دروج انتراكشن هواي. تمام جينا العاله الثانيه اللي هي اسمها اتي ديك انتي ديبرسنتس. اتوبيكال تايبيكال انتي ديبريزنت طبعا بيها اكثر، هنا مجرد بالمقدمه معدي لكم العلاجات مو فد شيء. اوكي راح نيجي ناخذهم واحد واحد ونعرفكم وش هم. اول شيء بوبروبيون. اوكي هذا ايش فيه؟ ويك دوبامين اند نورابينفرين ريابتيك انهيبيتور، راح يسوي لي انهيبيتور للدوبامين والنورابينفرين. هاي لازم تنتبهوا له، دوبامين مو سيروتونين، تمام هذا بالتوبيكال. وش راح يسوي؟ راح يسوي decrease craving and attention with withdrawal symptoms of nicotine in patient trying quit smoking. يعني هذا اقدر استخدمه للاشخاص اللي مدمنين على التدخين. اوكي يعني مدمنين انه ياخذون نيكوتين يومين وكميه هوايه، فشنو انطي لما يريد يترك التدخين راح يصير عنده withdrawal symptoms يعني اعراض انسحاب، ف شنو انطي؟ اقدر انطيهم هذا العلاج. تمام بي سايد افكت اللي هي دريما سويتينج نيرفز ترومر تريمر اند دوز ديبندنت انكريز ريسك اوف سيجر. بس شنو عنده اهم شغله هنا، اهم شغله خلي اغير اللون مالتها، انه هاف لو index of sexual dysfunction. هذه انه اللي يصير بيها sexual dysfunction بس اقل. اوكي احنا شنو قلنا SSRI كان يصير بيها sexual dysfunction بس كلش هواية. اوكي هنا يصير بيها بس قليلة very low، يعني اذا اجاني الشخص وما يريد يصير بي sexual dysfunction انطي هذه العائلة ما انطي SSRI. اوكي كذلك low risk of drug drug interaction هذه كذلك مهمة، يعني التدخلات الدوائية مالته قليلة حتكون. اوكي بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا العلاج الثاني من هاي المجموعة اللي هي topical. اوكي شي يسوي هذا؟ هذا حيحسن انتقالهم من الخلية الأولى للثانية. أنا مو قلت إن هم راح يطلعون من الخلية الأولى ويروحون للثانية حتى يحفزوا ليها. أوكي هذا شو راح يسوي؟ إنها سيروتوني النور بين فرين ترانسميشن راح يحسن انتقالهم. أوكي
باي شنو باي سيفيرينج از ان انتاغونست تو سنترال بريسينابتيك الفا ريسبتور. هنا مجرد انه وظيفته يرجع سيروتونين، مجرد ذاكر لك الريسبتر اللي هو بريسينابتيك. هاي المعلومه الوحيده اللي نفس اللي حكينا الريسبتورات وكذا وهاي، بس هنا يذاكر لك اسم الريسبتر بريسينابتيك الفا 2 ريسبتر، لا اكثر ولا اقل. وكذلك انه يقفل هذا الريسبتر اللي هو انتاغونيزم لل 5H2 ريسبتر، اوكي. وكذلك شو يسوي؟ يسوي لي سيديشن بسبب البوتنت انتي هيستامين اكتيفيتي، بي نشاط قوي بوتنت للانتي هيستامين. احنا شنو كنا ناخذ بالكف وبالهاي بالسريريه وكذا، شنو نقول الانتي هيستامين بها سايد افكت اللي هو سيديشن. فهنا ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي هو يسبب لي السيديشن بسبب البوتنت مال الانتي هيستامين اكتيفيتي اللي هو اصلا راح يقفل لي السيروتونين، تمام، راح يقفل الريسبتور انتي هيستامينك اكتيفيتي. But the dose not cause the anti-muscarinic side effect of the TCAs or interfere with sexual infection like the SSRI. شوف هنا يقفل كل الريسبتورات بس بهالدواء ما يقفل muscarinic receptor. أوكي يقفل كل الهاي بس المسكارينيك ما له تأثير عليه مثل TCAs. TCAs على الكل، هذا ما بي تأثير على الانتي مسكرينك، تمام. فبهالحالة شنو ايش راح يصير؟ ما راح يسوي لي سكشوال ديسفكشنز مثل الاسسار. اسسار اي اس يسوي، هذا ما يسوي. ليش؟ لان ما بي تأثير على الانتي مسكرينك، تمام. العلاجيا هذول الاثنين اتهم سوا ما اخذ ليهم نيفوزو دين والترازو دين، نفس الشيء نهايتين زودين، اوكي. هذا ايش بيهم؟ ويك، غير اللون، ويك انهيبيتر اوف سيروتونين ابتيك اند اور اولسو انتاغونست ذا بوست سينابتيك 5H2A ريسبتور. هذا اسمه ريسبتور. يعني شنو؟ يعني هذه اول شيء، اول شيء هناي هذه يقصد بها انه هي مثل الاس اس ار اي، هي ويك انهيبيتر للسيروتونين ريابتيك، راح تقفل لي ريسبتورات السيروتونين، ما تخلي يرجع لي للخليه اللي طلع منها، تمام، نفسه. بس هنا شو راح يسوي؟ راح يسوي لي بلوك تغونز لل بريسينابتيك للريسبتور اللي هو 5H2A، اوكي، بلوك الريسبتور هيستامين، اوكي. بوث ايجنتس ار سيديتينج، نو يسبب لي نعاس، اوكي. هنا عندي شغله، ترازودين كومونلي يوزد اوف ليبل. الاوف ليبل شنو اخذناها بالمحاضره اللي قبلها؟ اوف ليبل انه هو اني هذا العلاج انه هو استخدمه لهيك شيء، بس اجي انطيه غير ديزيز، اوكي، استخدمه غير استخدام. فهم يستخدمونه بالانسومنيا للارق، تمام، اوف ليبل للارق. ترازدين هاز بين اسوشيتد وذ بريابزم، اوكي، كذلك اند يعني كل واحد له تاثير، اوكي. هسه الترا زودين إن هو associated مرتبط بالبريا بزيم، and النيفو زودين has been associated ويا شنو؟ ويا risk مال ال hypotoxicity، يعني راح يضرب لي الليفر، تمام. both agent هذول الاثنين also have mild to moderate، عندهم مو mild to moderate يعني خفيف المتوسط الفا ريسبتور انغونزم، مو سيفير. هنا هم تنتبهوا له contributing to arthritis and disney، انه ممكن يسوي له arthritis ودوخه disney disney. الرابع فيلا دوزين، هذا شنو؟ reuptake inhibitor،
سيروتونين ريابتيك انهيبيتر، وكذلك لل 5HT1A ريسبتر برشر انجوليزم. اوكي يعني اول شيء هذه لحد هنا انه راح يسوي ريابتيك لل انهيبيتر للريابتيك مال السيروتونين، هاي حالها حال منو SSRI. اوكي بس كذلك راح يسوي ال 5HT1A ريسبتر مال السيروتونين، بها سايد افكتات. اوكي ادفرس افكت، ادفرس افكت بروفايل مال فيدازولين تشبه الاس اس ار 1، ده هو ده يقول لي تشبهها، لتشمل ريسك اوف ديسكونشيوس سيندروم اند بيوريتي ستوب. نفس الشيء ما داخل لك معلومه جديده. العلاج الاخير بهذه العائله ايش بيه؟ هذا راح يصير combination of serotonin reuptake inhibiting حالة حالة SSR1. اوكي بس كذلك ايش راح يسوي لي organism لل 5HT1A، هاي علامة مهمة هنا لازم تحفظوها. كذلك راح يسوي 5H3 and 5HT7 antagonism، يعني حيسويها بلوك. اوكي antagonism لا مو دوك، بس راح يسوي الريسبترات مال ال 5H3T والسبعة راح يسوي انجونايزم، حيسوي لي هبلوك بيها. بس هذه المعلومة الوحيدة اللي هنا يعني مهمة بهذا العلاج. عندنا العائلة اللي بعدها اللي هي تراي سايكليك انتي ديبرزنت، اللي هي مختصرها شنو TCA. اوكي تراي ثلاثي سايكليك حلقات انت تبرزنت ثلاثي الحلقات. هنا شنو مجرد ذاكرك كم شغله انت لازم تحفظها هنا، تحفظها مزعج كلش يعني. شوفوا هنا عندكم اول شيء تيرشري امين، تحفظون الادويه اللي بالتيرشري اللي هو شنو ثلاثي الامين، هذه الادويه تنحفظ هنا. هذا طبعا حيكون بروتو دراج، وذكرت لكم بالقناة شنو بروتو دراج. هذول الأدوية تحفظوهم. أما السكندري أمين يعني أمين ثنائي، هذه أدويته هذول العلاجين ينتمون للترايسايكليك. طبعا هذه التراي سايكليك المفروض هي عائله بوحدها انتي ديبرزنت، ليش؟ لان انا عندي تترا سايكليك. التترا هنا رباعيه، حلقه رباعيه، حلقات رباعيه. انا هذه العائله تراي سايكليك، هذول اللي اخذتهم. بس هذول العلاجين الاخيره اموكسيبين والمبروتيلين ينتمون للتترا سايكليك حلقه رباعيه، المفروض يعني انه وحدهم عائلة بس انهم مضايفيها هنا. هسه مو مهم انه تحفظون هاي ادويته. بعد شنو عندنا الميكانيزم اوف اكشن، شو راح يسوي لي هذول الاثنين؟ سوي انهيبيتر للنيورو نيورونال ري ابتيك مال نورامينفرين والسيروتونين into synaptic nerve terminal. اوكي هاي مفهومه طبعا. ادي هذا المبروتينين شبي اند الديسبريمين، هذول سيلكتيف انهيبيتر للنيورو بنفرين ريابتيك. الاول هذول كانوا شنو؟ كانوا سيروتونين ونور ابنفرين، هذا وهذا شنو؟ بس نور ابنفرين. هاي لازم تفرقون بيناتهم. البلوكينج اوف ريسبتر النقطه الثانيه، يسوي البلوكينج، راح يسوي البلوك لكل شيء، سي اس سيروتوجينيك والالفا ادرينرجيك والهيستامين مسكورينيك ريسبتر. اوكي
يعني يروح للخلية الثانية يسوي هذول بلوك، هذول موجودين بالخلية الثانية تمام. يعني الخلية الأولى راح يسوي لي بلوك الريابتيك مال إنه نوربينفرين سيروتونين أوكي، وبالخلية الثانية يروح يسوي لي بلوك للسيروتونينجينيك والألفا أدرينرجيك والهستامين والمسكورينك ريسبتر أوكي. طبعا هذا الأكشن نفس الشيء. هسه ثيرابيوتيك يوزز الاستعمالات، استعمالات شنو راح يعالج لي تريت مودريت تو سيفير ديبريشن ديبريسنس، المعتدل للقوي سيفير ديبريسنس تمام، وكذلك بانيك ديسوردر يعني نوبات الذعر اوكي تصير الشخص هذا. الامبي رامين شبيه يستخدم الترنيتيف شنو البيد ويتينج ان تشيلدرن، يعني حالات اللي تضرر بالليل اثناء ما ينامون انه تضرر على الفراش يصير عند الطفل، هو يستخدموها اوكي يستخدمون هذا العلاج. الأمتربتالين طبعا هذا أخذناه العام بالعقاقير، أمتربتالين شبيه هذا، هذا يستخدم بالبروفينت حتى يمنع لي أو وقاية بالميجرين هذيك يعني الشقيقة تمام، وكذلك تريت كرونيك باين سيندروم فور إكزامبل النوروباثيك باين. يعني شنو ممكن انه SNRI او TCA ينطيه اياه نفس الشيء اللي كرونيك بين، لان احنا شنو قلنا بقتها بالعائلة الثانية اللي هي SNRI ايش قلنا، قلنا اذا ديبريجنت وكرونيك بين امضي هذه العائلة، هنا جدنا العائلة الثانية انه ممكن اذا كرونيك بين والديبريجنت ممكن امضي TCA والSNRI بغض النظر يعني انه ولنظر انه نشوف المحاذير بهذه وبهذه ونشوف الافضل ونطيها. طبعا هذه ما تجي او جي سي كليتها من الدكتور تمام. بعد شنو باللودوز مالته سبيشال ادوكسيبين بالخصوص هذا العلاج انه يستخدم بالانسومنية بالارق، يعني ممكن انطيه هي اوكي هو مو الفيرست تشويس بس ممكن ينطوه هي الدكاترة تمام. الفارماكوكاينتيك اول شيء نجي نباوع على انه هو oral administration اوكي wall absorption و oral administration، يعني شنو هنا مجرد يقول لك انه هو ياخذ بعد الاكل تمام. low and inconsistent bioavailability كذلك الميتابوليزم مالته باي هيباتيك كروموسومال سيستم، يعني سيتوكروم بي 455 يعني drug interaction اوكي الاكسكريشن inactive metabolite بواسطة الكيدني يعني باليورين اوكي. الادفيرس افكت شنو عندي ثلاث شغلات اوكي، هنا ثلاث شغلات. اول شيء عندي تأثيرات، انا مو قلت هو راح يسد لي الريسبتورات، فكل ريسبتر يسده راح تطلع لي ادفيرس افكت خاصة بها. مسكارينيك ريسبتر، الفا ادرينرجيك ريسبتر، هستامين ريسبتر، هذول. مسكارينيك ريسبتر شو يسوي لي؟ بلادر فيجن غواش، يعني الرؤية تغوش. اكزيرو جينوميا اللي هو جفاف الفم راح يصير، ويوريناري روتيشن احتباس بالبول. تاكيكارديا كونستيبيشن اكروفيشن انجل جلوكوز جلوكوما، طبعا الجلوكوما عندها انجل اوبن جلوكوما وعندها انجل جلوكوز جلوكوما، مجرد انه هو اذا الشخص طبعا الجلوكوما هي ارتفاع ضغط العين اوكي، مجرد راح يزيد لي الحاله سوءا تمام. اما بالالفا الفا ادرينرجيك ريسبتر راح يسوي لي راح يسوي ارثيوسايتيك هايبر تنشن ديزني ريفلكس تاكيكارديا
السيديشن، هاي تأثيرات السيديشن على شنو؟ على الهستامين طبعا، موية. أوكي ليش احنا قلنا الانتي هستامين هو يسبب السيديشن؟ اذا سد لي الهستامين يعني كما انما انه طيت انتي هستامين هسبب لي نعاس سيديشن، وكذلك راح يسوي لي ويت جين. اوكي راح يزيد لي الوزن وعدي سيكشوال ديسفاكشن. اوكي بس هاي شنو هاي سيكشوال ديسفاكشن؟ اقل من الاس اس ار اي اس. اوكي مثل ما قلنا بالبدايه هنا شنو عندكم ملاحظة ومهمة أمسكوا all anti depressant، كل الانتي depressant من ضمنها TCA شبيها should be used in condition in patient of bipolar disorder. تنطي للي عنده bipolar، شنو يعني bipolar disorder؟ ثنائي القطب، تمام؟ يعني شنو؟ بس أشوفكم إحنا شنو قلنا من رسمنا هذا وقلنا فوق جوا، هاي شنو؟ هاي انه شخص عنده مينيا سعادة، الجوا عنده ديبريسنت، بس البايبولر يظل يوم تشوفه عنده كآبة يوم لا مينيا. اوكي هذا البايبولر بالضبط. اوكي ايش عندي شغلة ثانية مهمة؟ نارو ثيرابيوتيك اندينكس مثل الدايجوكسين. اوكي شنو يعني؟ مثلا عندي انا عندي شغلتين اللي هي نورو ثيرابيوتيك اندكس وعندي ويت ثيرابيوتيك اندكس، واسع النطاق قليل النطاق. الويد اذا مثلا ادويه طبعا موجوده ما اتذكر بها تشابتر. المهم كانت انه مثلا اخذت 50 حبايه ما اثرت، النورا ممكن 3 حبايات تأثر اوكي تسبب لي توكسيسيتي وديث وهالسوالف. اوكي يعني كلش خطرة، سلامة مالتها قليلة. اما اذا كان ويد ثيرابيوتيك اندكس يعني امن، تمام. بعد شنو عندنا؟ depressed patient how the so جل should be given only limited quantity of this drug of the monitor closes. هذه انطيها بكميات قليلة، ليش؟ لا راح تخلي الشخص عنده افكار انتحارية، تمام؟ تخليهم يفكرون بالانتحار، فال limited مادة تكون quantity قليلة. وكذلك ده يقول لي هذه المجموعة certain medical conditions such as هذونة، يعني انه شنو احنا قلنا بالبداية؟ انه يكون حذر لما ينطيها للي عنده بايبولر وبيها نورو ثيرابيوتيك اندكس، وانطيها بكميات ليميتينج ليشان تسوي لي اثار وافكار انتحارية. وكذلك راح تزيد لي الابليبتيك، يعني اذا انطيتها لشخص بالابليبتيك صار راح يزيد عنده، وبنينج بني بروستاتيك هايبربليزيا اللي هو تضخم البروستات بس يكون من النوع الحميد، تمام. واذا شخص عنده اريثميا كذلك تزيدها. اوكي هسه شنو عندي؟ عندي مجموعه ثانيه اللي هي مختصرها ماو. اوكي هذا الماو شبيهة، هذا الماو عباره عن انزيم موجود وين؟ موجود بالميتوكوندريا. اوكي الميتوكوندريا هذا الانزيم موجود، هذا الانزيم اللي موجود بالميتوكوندريا راح ياخذ النيورو ترانسميتر اللي هو متمثل مثل ما قلنا مثلا سيروتونين وريبينفرين. اوكي راح ياخذهم، راح ياخذ الزايد من عنده ويدخله لداخل السيال. اوكي من راح يدخله راح يكسره، تمام. اني لما انطي ادويه ماو انهيبيتر راح تكسر لي هذا الماو اللي هو اصلا يكسر لي النيورو ترانسميتر اللي انا اصلا او الدبرسنت عندي قله بي. اوكي راح اكسر حتى تزيد لي هاي النيورو ترانسميتر، تمام، وحسن من حاله المريض. اوكي الادويه اللي عليها هم من امه اللي حتحطوها دولة، هم 4 ادويه هنا بس واهم واحد هذا. عفوا هذا
اوكي سيلق سيلين اوكي هذا حبه كلش مهم عندكم. بس بي ملاحظة مهمة اللي هو هذا استخدمه بعلاج الباركنسون ديزيز تشابتر باركنسون ترى هذا موجود العلاج سيليجيلين اوكي يستخدم بعلاج الباركنسون ليش لان طبعا ابو الباركنسون هو عنده قلة بالدوبامين مادة الدوبامين اللي هو موجودة بالبرين تمام فننطيه هذا العلاج حتى شنو حتى هذا الماو اللي اصلا هم تكسر لي الدوبامين يمنع لي تكسير الدوبامين ويتكسر هذا الماو وراح يبقى لي دوبامين ويزيد مادة الدوبامين بهالحالة راح يتحسن اعراض الباركنسون تمام وش قايل لي هنا only antidepressant available in transdermal هذا العلاج الوحيد اللي موجود على شكل باتش transdermal لزقة اوكي هاي هم ما تنتبهوا لها ميكانيزم اوف اكشن تقريبا حكيناها كليتها اوكي مجرد هنا اكو شغله حلوه مهمه شو اهيت things of drug drug interaction food interaction راح يكون به هواي تداخلات drug drug interaction هواي تداخلات بالفود بالطعام وبعد شوية راح ناخذهم بالتوصيل الاكشن مالته اللي اغير اللون الاكشن مالته شنو هنا انتي دي بريزنت اكشن اوف ماو لايك اس اس ار اي مثل الاس اس ار تقول لي ومثل الاس ان ار اي اس ومثل تي سي اي اوكي لايك يعني مثلهم از ديليتد سيفرال ويك يعني شنو يعني بعد اسابيع يلا يطلع التاثير مالته تمام هم كليتهم بعد اسبوعين يلا يبدا التاثير مالتهم يطلع عندي هسه شنو طبعا ما بقى هوايه ثيرابيوتيك يوزز ايش راح تعرفون من عند هذا الثيرابي عفوا الموز ار كونسيدريد لاست لاين دروغ ان ذا ماني تريتمنت ستينكس شوفوا انا عندي مثلا علاج الفد مرض معين طبعا انتوا اخذتوا بالتدريب مثلا يقول لك كان عندنا تي بي عندي ثلاث لاينات يقول لك فيرست لاين تستخدم هذا العلاجين السكند لاين لا الفيرست كان ثلاث علاجات السكند لاين حسب ما اتذكر كانوا علاجين الثيرد لاين كانوا علاجين اوكي فالاول الفيرست هو افضل شيء ومفضل تنطيه مثلا لهذا الديزيز الثاني اذا كان عند البيشنت موانع يستخدم الفيرست فراح انطيه السكند اوكي يكون شويه اقل من الفيرست الثيرد كان هو اخير شيء اوكي فاذا ما قدر البيشنت ياخذ الاول والثاني فانطيه الثيرد هيك هنا هو اصلا شنو جاي خاصم لك اياها من الاخير وقايل لك هو لاست يعني اخر شيء عسى ما 10 لاينات اكو هو اخر واحد هو الدعش يجي يعني تا لما بيشنت يجي بي انتي ديبريزنت هذا اخر خيار الماو يلا ينطي الدكتور للبيشنت تمام الفارماكو كاينتيك نجي ندور شنو والابسوربشن افتر اورال ادمنستريشن يعني ناخذ بعد الكل المينيمم 2 ويكس اوف ديلي موست الو ذا ترمينيشن انه مثل ما قلنا انه احنا شنو قلنا قلنا انه هو تاثير حذن العلاجات يبدي بعد اسبوعين هنا اسبوعين ثانيه اللي هي شنو لما شخص اوكي حول من عائله لعائله ثانيه مال ادويه مثلا انتي ديبريزنت حول من الماو للاس اس ار اي لازم يترك فتره اسبوعين اوكي نقدر نعتبرها نقاهه يلا يحول على العلاج الثاني تمام انت ايش بعد شنو عندنا عندنا هنا عالة الماو انه هو راح يصير هيباتيك ميتابوليزم يعني بالليفر الميتابوليزم ما تصير والاكسكريشن باليورين يعني باي كدني هسه عندي الادفيرس افكت الادفيرس افكت بدايه انا عندي ماده اسمها
التايرامين. هاي التايرامين ايش فيها؟ شوفوا، موجودة بالجبن، موجودة بالسمك، موجودة بالكبد، موجودة باللحم، اوكي. فالشخص لما يجي ياكل هاي الاكلات، اوكي، راح تجي هاي المادة يدخل لي بالامعاء، اوكي، لما تروح يكمل من الامعاء وينهضموا، هاي اكيد راح يروح لي وين؟ للليفر. بعدين اكو هذا الماو، احنا حكينا عن هذا الماو، وين؟ قلنا هو بالبرين، اوكي، بس اكو ماو ثاني وهي نفس الماده موجوده وين؟ بالليفر، تمام. هذا اللي موجود بالليفر راح يكسر لي ماده التيرامين هناك، فما يروح للبرين، لان اذا دخل، اذا انطيت علاج، اوكي، انطيت علاج حيكسر لي الماو، فهاي ماده التيرامين راح تزيد، اوكي. هو الماو راح يكسر التيرامين، فاذا انطيت علاج يكسر الماو ما راح تتكسر التيرامين، فراح يزيد الكونستريشن مادر، راح تزيد هاي الماده. ايش راح يصير لي؟ راح يصير لي هايبرتنسيف كروسز، حاله هيك اسمها، اللي هي اعراضها منو؟ هديك يكون بالمنطقه مال الراس الخلفيه، والستيفنيك تصلب رقبه، تاكيكارديا، نوزيا، هايبرتنشن، كارديك أرثيميا، سيجرز، and possibly stroke. يعني حتى انه ممكن يسوي لي صدمة ويؤدي لي الى شوك وديث وهالسوالف، تمام. هاي فهمناها. ال SSRI1 shouldn't be co-administrated with MAO due to their risk serotonin syndrome. يقول لي عائلة الاس اس ار، يعني هسه مثلا شخص بيدبرزنت، الدكتور ممكن انه اذا كان دبرزنت كلش قوي راح يخلط له عائلتين، اوكي، مثل الاس اس ار اي والماو. هنا شي يقول لي ما نقدر نخلطهم، ما نقدر نجمعهم ونعطيهم سوا، بسبب شنو؟ بسبب سيروتونين سايندروم. ليش؟ لان هسه انا عندي مثلا مجموعة الاس اس ار اي وان، قلنا هي ايش راح تسوي؟ مو راح تسوي لي بلوك للري ابتيك اوف سيروتونين، ما تخليه يرجع الخليه، فراح يصير له تجمع وزياده تركيزه بالسينابتيك ليفت. كذلك الماو راح تسوي نفس الحاله، فراح يزيد منايا، راح يزيد للسيروتونين، ومنها راح يزيد للسيروتونين، يعني راح يزيد لضعفين. فبهالحاله ايش راح يصير؟ راح يصير لي سيندروم اسمها سيروتونين سيندروم سيروتونين، تمام. Both SSRI and MAO required a washed-out bottle of toothpaste before other type of. يعني لازم تتركون أسبوعين حتى يبدي ياخذ العلاج الثاني مثل ما قلنا إنه. أوكي، هنا وصلنا لحد العائلة هذه اللي هي سيروتونين دوبامين أنتاغونيستس، العائلة الأخيرة تقريبا. شوفوا أنا عندي دبرزنت وعندي سايتوتيك اللي هو الاخبار، تمام. فش انطي الدبرزنت. هنا ايش دا يقصد؟ هنا عندي اسمين، هي توبيكال انتي سايتوتيك، اوكي، اللي هو مضادات سايتوتيك، اللي هم العلاجات ما تحفظوها، هذول ثلاث علاجات فيها، وممكن كومبينيشن بين الفلوروكسيتين والأولانزيبين، اوكي. الماجر ديبريزنت ديسوردر يعني يعالجوا لي كآبة ديبريزنت بس يكون عظمى، يعني واصله مراحل كلش قويه، مو حتى مو سيفير، اعلى من السيفير، تمام. ممكن اسمي هاي المجموعه بالسيروتونين دوبامين انتاغونست، اوكي. هسه وصلنا لحد المينيا اللي قلناها. المينيا هي شنو؟ سعيد كلش، اوكي. البايبولار مثل ما قلنا انه يوم سعيد يوم كئيب، يوم مينيا يوم دبرزنس، اوكي. هاي بها علاجين. العلاج الاول اللي هو الليثيوم، اوكي، املاح الليثيوم، ليثيوم صالت. يقول لي mode of action is unknown، يعني الطريقة اللي راح يعالج لي بيها ما مكتشف، ما معروفة، بس انه هو يساعد لي بالعلاج، اوكي. الثيرابيوتيك اندكس مال الليثيوم
extremely low كلش قليل اوكي and lithium can be toxic انه الليثيوم ممكن يكون توكسيك كذلك يعني حاله حال الدجاج مثل ما قلنا فالامن واته كلش قليل فش راح يسوي لي adverse effectات هنا adverse effect هديو هيتر بلازما ليفل توكسيتي اند كلود اتاكسيا سولدر سبيتش اند كروس تروماز اند confusion هذول adverse effect اللي هو ممكن رجفة بالحركة مع الإيدة تلاتم يصير عنده عصبية عدم البلازما ليفل كذلك مالته تخربط عنده تشويش بالرؤية اوكي بس الشخص اللي ياخذه لازم اسوي له تحليل اوكي يعني لازم يراقب الدكتور هذا الشيء انه هو بانتظام اوكي اللي هو الثايرويد فانكشن ليش لان هذا الليثيوم يروح يضرب لي الغده اوكي غده الثايرويد فلازم يسوي لي تحاليل عندها بانتظام الليثيوم رينال اليمينيتد يعني اذا شخص عنده فشل كلوي كذا ما انطيه الليثيوم تمام رينال اليمينيتد اللي اليمينيتد يصير بالكليه فراح السوء حالته طبعا هذول الدرجات تاخذوهم بغير شابتر واللي يريد يحفظهم من هنا عادي بس انهم ما راح ياخذون بغير شابتر انتي ابليبتيك سبيرل انتي ابليبتيك اللي هم هذول العلاجين ثلاث علاجات عفوا وعندكم المود ستابلزد باي بولر ديسوردر اللي يكون مود ستابلزد مسيطر عليه يعني الاستخدام مالتهم وكذلك عندنا علاجات ثانيه اللي هو مانيك سايبتومز الاعراض مالته هذول العلاجين اند نورو انتي سيبتوتيك والتوبيكال راح يكونون هذولي واللي يستخدمون للمينيه اند هذولي والكومبينيشن هذا للبايبولر ديبرزنت بس انه تقدر تحفظوها هنا وانتو تقدر تاخذوها بغير تشابترات هذه كليتها ولهنا خلص شرح تشابتر 10 ان شاء الله تكونوا استفاديتوا